السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم لمتابعة آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من تونس، وهذا أبرز ما فيها في عناوين. في الحوار الوطني حول قطاع الطاقة، رئيس الحكومة يؤكد دخول عدة مشاريع طاقية طور الإنتاج خلال الفترة القادمة بما سيساهم في تدعيم الأمن الطاقي. تعثر إجراء الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية، ووزارة التعليم العالي تعلن العودة إلى المفاوضات مع الطرف النقابي في الأيام القليلة القادمة. رئيس الجمهورية يشارك في القمتين العربية الطارئة والإسلامية العادية بالمملكة العربية السعودية. ينتظم الليلة بمدينة الثقافة الحوار الوطني حول قطاع الطاقة الذي تبثه قناة الوطنية 2 بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المتدخلة في قطاع الطاقة والمحروقات والبرلمانيين والخبراء. وأكد رئيس الحكومة أن عدة مشاريع طاقية ستدخل طور الإنتاج خلال الفترة القادمة بما سيساهم في تدعيم الأمن الطاقي. فما عجز طاقي، ولكن معناها يعني فور كبير، فما حق النوارة اللي هو معناها باش يحسن في اللوفر 50% من الغاز. دونك سا سي ان بروجي بيان سور، ان شاء الله كما قلنا تعادنا به يوفى قبل اخر السنه، وفيه برشا مشاكل اكسترا يعني سي داكسيليري اخر. هذه حاجه. ثم ما ننساوش حاجه اخرى، لو موا بروشان اوفا دون كيلكو جور عندنا دو سنترال الكتريك 1000 ميجاوات باش يدخلوا في طور الانتاج باستثمار 1500 مليار. مانيش نسمع، معناها نسمع ناس تقول فات البلاد وما عادش فيها انرجي وكل شيء، سي كومبليتمون فو، هذه غلط. ثم 1000 ميجاوات معناها نجموا نمشيو دون كيلكو جور باش ندشنوهم 1500 مليار مرناقية ورادس باش يساهموا باش يوفروا 1000 ميجا. كيقول 1000 تقريب قداش 20% من الكونسوماسيون تاع تونس، 20% هذوما باش يدخلوا في الانتاج في شهر جوان. ثم الطاقات البديله 1000 ميجاوات اخرين زاد باش يدخلوا دي سي معناها انطلاقا من السنه القادمه مؤخرة السنه، قول معناها 2022 23 باش يكونوا اون فيتيس دو كروزيير. هذوما على الاقل 1000، ما بين 1000 و 1500 معناها ما بين الرياح والطاقه الشمسيه. في الوقت الذي ما يزال فيه إجراء الامتحانات الجامعية متعثرا في بعض المؤسسات جراء إضراب نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة، أكد مدير عام التعليم العالي عبد المجيد بن عمارة العودة إلى المفاوضات في الأيام القليلة القادمة مع الطرف النقابي للعمل على إنجاح السنة الجامعية. كملوا يريفزوا ما يريفزوش وقتاش يبداو حايرين، إن شاء الله تتحل المشكلة. هي من بعض المواقف التي قد تختزل واقع بعض المؤسسات الجامعية في هذه الفترة من الامتحانات. عدينا مش كان برشا تمثيل جماعة الإجابة، يعني البروفيت اللي تابعين الإجابة معناتها ما عداوش، فما بروفيت ما عداو لهمش، الأخ احنا الحمد لله عديتو ارتحت. احنا كنا نجيو من الأول معناها فما اللي يجي من بعيد من نابل من كذا، نجيو ما نعرفوش روحنا باش نعديو ولا بعد، ولاو يقولوا لنا ولينا فما عدينا كتمتير كتمتير ما عديناهمش. تعثر إنجاز الامتحانات مرده انقسام في مواقف الأساتذة المنضوين تحت نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة، حيث فضل بعضهم تمكين الطالب من إجراء الامتحانات في موعدها، فيما اعتبرها شق آخر الحل الأخير للتفاوض مجددا مع سلطة الإشراف حول مطالبهم. وصلنا 25 امتحان ما تعداوش، دونك لا سيدة مضربين، اما تلزينا على خفا ما حتى طريقة أخرى. تبعثنا دعوة رسمية ونحبوا الاتفاق يتفعل، مانيش فاهمة شنو قاعدة معناتها توا هو عنده هو الحل، عنده هو يطبق اتفاق 7 جوان وإحنا نكونوا حاضرين في الموعد. واحد بينه وبين روحه معناها هذوك مشاكلنا اليومية، وهما يدافعوا على مشاكل نتاع الأساتذة. يتبقى اغلب الزملاء مش مقتنعين بالتمشي. التمشي انه الامتحانات ما تسيرش اكسترا، مش مقتنعين وكذا. مش فاهمينها وحاسين بالامباكت نتاعها، الامباكت راهو اليوم عندنا ديزيتيديون اللي هما يسكنوا بعاد، اللي هما ما ينجموش يكريوا، ما ينجموش باش يرجعوا في الفوايي، عندي فما دي كونكور ماهمش باش ينجموا يشاركوا فيهم. في المقابل أكد مدير التعليم العالي عبد المجيد عمارة في تصريح خاص به فريق الأخبار العودة إلى التفاوض في غضون أيام قليلة مع طرف النقابي لإنقاذ السنة الجامعية مستبعدا سنة جامعية بيضاء. كل الطلبة والزملاء والعائلة التونسية أنه بقدرة ربي لا مجال لسنة بيضاء. الوزارة ستبذل
كل الجهود وأساسها الحوار. ندعو نقابة إجابة في غضون الأيام القادمة القليلة لجلسات تفاوضية لحل الأشكال، ونعتبر أن حل المشكل يمر حتما عبر الحوار. ووفق بالعمارة، فإن تعطل إجراء الامتحانات طال ما يقارب ثلث المؤسسات الجامعية. مثلت استعدادات المندوبية الجهوية للتربية بتونس واحد على المستوى اللوجستي وتأمين مراكز الإيداع والتعامل مع الحالات الخاصة بالنسبة إلى إجراء الامتحانات الوطنية محور ندوة صحفية عقدت للغرض. استعدادات المندوبية الجهوية للتربية بتونس واحد انطلقت منذ مدة لإنجاح سير المناظرات والامتحانات الوطنية، فقد بلغ عدد المترشحين لاجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قرابة 7981 تلميذا موزعين على 25 مركزا. الأمور التنظيمية استكملناها قارئة معناتها تقريبا، اللوجستيكية كذلك، والآن تقع معناتها الأمور المادية، تحضير مراكز الاختبارات الكتابية، مراكز الإصلاح، مراكز التجميع والتوزيع لاحتضان البكالوريا. بالنسبة لتونس واحد، ثلاثة حالات وافقت الإدارة العامة للامتحانات على إجراءات استثنائية تخص ثلاثة تلامذة عندهم تلميذ كاتب، وثلاثة تلامذة عندهم تضخيم كتابة، وعشرين تلميذ يتمتع بقاعة خاصة وثلث الوقت. وقد بلغ عدد المترشحين لاجتياز المناظرة الوطنية لدخول المدارس الإعدادية النموذجية 3450 تلميذا، في حين وصل عدد المشاركين في شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 2022 تلميذا. أرقام وإجراءات جديدة كشف عنها المشرفون على الامتحانات الوطنية بتونس واحد. تخلي التام عن آلات التشويش لهذه السنة في مراكز الاختبارات الوطنية لامتحان البكالوريا، وتحجير استعمال الأجهزة الإلكترونية. العقوبات هنا هذه السنة ستكون حازمة أكثر، يعني مع الإجراءات اللي قامت بها الوزارة من خلال الومضات الإشهارية لإعلام التلاميذ، خلال المراسلات اللي جت عن طريق الهواتف الجوالة في شكل SMS. تعمل مختلف هياكل وزارة التربية في كل الجهات على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سير الامتحانات الوطنية في ظروف عادية. وطنيا أيضا، وفي مجلس نواب الشعب تم إرجاء النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء. غاب التوافق عن مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء، فبين إمكانية التعديل وسحب مقترحات التعديل تم هذه الصورة خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. من غير الأخلاقي أن يقع تنقيح قانون الانتخابات خلال مدة وجيزة ما قبل الانتخابات. الناس تتلاعب بالقانون، قال شنو ما عنديش حزب، أما نأخذ في التمويلات ونفرق في الأقفاف ونفرق ونعمل في العشوات واللعانات باش نجيب العبادة تصوت. هذه الديمقراطية اللي تحبوا عليها؟ هذا قانوني وغير أخلاقي وأخلاقي. يا أخي اليوم ولا عندنا مجلس ومجلس موازي سيد الرئيس، اليوم الناس تحكي على مقترحات تعديل ما شفناهاش. أنا معاه الاستجابة لطلب زميلي مصطفى بن أحمد في مزيد تأجيل النظر في هذا المشروع لاستكمال التوافقات. تأخير وتأجيل، لا لا، سحب المشروع هذا كليا وخليه للمجلس النواب اللي يجي المرة الجاية وخليه ينظر فيه. إضافة إلى تغييب الوزير المكلف بالعلاقة بين المجلس والحكومة والمكلف بقانون الانتخابات إياد الدهماني عن حضور الجلسة العامة. ماهوش موجود لهنا، وإحنا في جدول الأعمال سنتداول في هذا القانون، هذا خلل يمكن حتى بطلان الجلسة. وقد تم إرجاء النظر في مقترحات تعديل مشروع القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء بطلب من العديد من النواب، إضافة إلى غياب الشروط الموضوعية للبت فيه. أكد النواب المستقلون من الكتلة النيابية للجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب أن المشكل الأساسي في الجبهة يكمن في القيادة المركزية ومجلس الأمناء وسوء التسيير، وعبروا عن استعدادهم للحوار مع باقي مكونات الجبهة. هي أزمة واقعية وتنظيمية داخل الجبهة الشعبية. المعضلة ليست في الخلاف حول مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي تمت تسويته، بل هو خلاف أعمق من ذلك،
وفق النواب التسعة المستقلين من الكتلة النيابية للجبهة الشعبية. فالمشكل الحقيقي وفق قولهم يكمن في القيادة المركزية ومجلس الأمناء وسوء التسيير واتخاذ القرار. الخلاف الحقيقي هو في محاولة استيلاء حقيقية على عنوان الجبهة الشعبية، والتخلي على جزء هام من مكوناتها السياسية، والتخلي على كتلتها النيابية. كانت خطوة اضطرارية حقيقة، خطوة ما كانش من الممكن تجاوزها وتلافيها لدق ناقوس الخطر الأخير. وخلال الندوة الصحفية قال النائب أيمن العلوي إن الخلاف والتصدع داخل الجبهة الشعبية انعكس على منخرطيها الذين باتوا في حالة خوف حقيقي على مستقبل هذا الائتلاف السياسي. يجد هذا المشروع نفسه إزاء مجموعة صغيرة متكونة من شخصين تحديدا يريدون مصادرة الجبهة الشعبية والاستيلاء على هذا العنوان لمصالح ضيقة وشخصية للعبث بهذا المشروع الكبير. قدرناها خطوة ناجعة نحو إيجاد حل حقيقي لوحدة الجبهة الشعبية وللتقدم بها. مسؤوليتهم كبيرة كمناضلين للضغط على المجموعة اللي بقات في مجلس الأمناء اللي تحب تفرق ما تبقى من الجبهة الشعبية، ولازم نكونوا اليد في اليد. وفي حال قبول الاستقالات التسعة تفقد الجبهة الشعبية الائتلاف السياسي الذي يضم يساريين وقوميين ومستقلين كتلتها البرلمانية. دعا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخميس إلى تضافر جهود جميع الأطراف الدولية والإقليمية للتصدي لآفة الإرهاب في المنطقة العربية والحيلولة دون توفير بيئة ملائمة لنشاطاتها المساهمة في إزالة أسباب التوتر في المنطقة. وحث في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة على الانخراط الفاعل في كل جهد يرمي لخدمة السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية، ورفض كل أشكال التطرف والعنف واستعمال القوة أو التعديد بها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي واحترام السيادة الوطنية للدول. حل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالمملكة العربية السعودية، حيث يشارك في أشغال القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية العادية 14 المنعقدتين بمكة المكرمة. وسيبحث رئيس الجمهورية والقادة العرب في القمة الطارئة المستجدات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. أما القمة الإسلامية التي تنعقد تحت شعار قمة مكة يدا بيد نحو المستقبل، فستعمل على بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي بحضور قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وتنعقد القمتان العربية والإسلامية في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة العربية، سيما الوضع في ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة الأمريكية الإيرانية التي ستكون المواقف منها مضمنة في البيانين الختاميين للقمتين. مشاركة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في القمة الإسلامية سبقتها مشاركة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي أمس الأربعاء في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة 14 للقمة. وأجرى الجهناوي وفق بلاغ للوزارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية المشاركة في الاجتماع، تطرقت بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي المسائل المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية وسبل تفعيل العمل الإسلامي المشترك ومزيد تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات الماثلة. بدأ الجيش الإسرائيلي الخميس الخطوات التمهيدية الأولى لإقامة جدار إسمنتي عازل في محور رأس الناقورة الحدودي في القطاع الغربي بجنوب لبنان. وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن ورش فنية عسكرية إسرائيلية مزودة بخرائط ومعدات توبوغرافية إضافة لحفارات كبيرة وجرافات شهدت وهي تقوم بأعمال تمهيد الأرض وإزالة العوائق، تمهيدا لإقامة جدار إسمنتي فاصل بدلا من السياج الشائك. وفي اليمن قتل قائد لواء عسكري وجنديين اثنين الخميس إثر مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي في محافظة الضالع جنوب العاصمة صنعاء. وقد أكد مصدر عسكري أن معارك عنيفة لا تزال مستمرة تشهدها مناطق واسعة في الجهة الشمالية الغربية من محافظة الضالع بين القوات الحكومية والحوثيين. في المقابل جاء في بيان للقوات الحكومية في الضالع أن القوات المشتركة شنت هجوما على مواقع للحوثيين
واستعادت السيطرة عليها. وتشهد مناطق عدة في الضالع معارك تصاعدت حدتها منذ تقدم الحوثيين خلال الأسابيع الماضية وتوغلهم فيها. قال مسؤول بريطاني الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سيناقشان قضية شركة هواوي الصينية والجهود لبناء شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة خلال زيارة الرئيس الأمريكي لندن الأسبوع المقبل. وستتحدث ماي على الأرجح مع ترامب عن اجتماعه القادم المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من أخبار الرياضة الآن، أنهى الترجي الرياضي الليلة تحضيراته لملاقات الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة بداية من 10 ليلا في إياب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي الذي يسعى للحفاظ على لقبه الثاني على التوالي والرابع في تاريخه أجرى الليلة آخر حصة تمرينية عازما على استغلال التعادل الإيجابي بهدف لهدف في مباراة الذهاب التي دارت منذ أسبوع بالرباط. في الشوارع التونسية، في القهاوي التونسية المغربية، جمهورك يغني. بهذا تنتهي النشر وأعيد عليكم أبرز ما جاء فيها في عناوين. في الحوار الوطني حول قطاع الطاقة، رئيس الحكومة يؤكد دخول عدة مشاريع طاقية طور الإنتاج خلال الفترة القادمة بما سيساهم في تدعيم الأمن الطاقي. تعثر إجراء الامتحانات في بعض المؤسسات الجامعية، ووزارة التعليم العالي تعلن العودة إلى المفاوضات مع الطرف النقابي في الأيام القليلة القادمة. رئيس الجمهورية يشارك في القمتين العربية الطارئة والإسلامية العادية بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.